مساء الخير أصدقائي، اليوم إن شاء الله تعالى حابب أشارككم مجموعة من التطبيقات الرائعة اللي ممكن تستفيدوا منها، وراح أبدأ بأول تطبيق اللي هو Audifine Notification Reader. فكرة هذا التطبيق باختصار شديد، ممكن أنت يجيك بعض النوتيفيكيشنز أو الإشعارات اللي ما تنتبه لها. حلاوة هذا التطبيق أنه من خلاله ممكن تشوف كل الإشعارات اللي إجتك وانت ما كنت منتبه إلها، تشوف من وين إجاك الإشعار وشو محتوى هذا الإشعار. طبعا من الستور انت ممكن تنزل التطبيق، طبعا بعد ما تنزل رح تكبس على Open، حيقول لك Welcome to Audify، اعمل له Enable، قل له أوكي، بعدين تعال فعل البرنامج، أعطيه Allow، بعدين بتيجي هيك تعمل Skip من هاي النقطة. هون بحكي لك انه Try on Speaker، حاول جربه، فعل وشوف التجربة اللي راح تصير معك. Play Sample Notification، حنعمل تجربة على النوتيفيكيشن كيف راح تجيني. Audify says Hello there, welcome to Audify. أعطاني مسج صوتي، وممكن أنا كمان من فوق أعرف أنه فعلا Audify عمل لي مسج Hello there, welcome to Audify. هذا دليل على أنه بيعطيني النوتيفيكيشنز بكل بساطة. تمام، راح أعمل Skip، راح أعمل Skip كمان هون. الآن راح أجي على شغلة مهمة جدا بتهم الجميع، إني أحاول أفعل هذا التطبيق، هذا التطبيق على التطبيقات اللي أنا بدي أنتبه لإشعاراتها أو أخليه يجيب لي إشعاراتها. فراح أجي على Installed App هون، ومن Install App أختار إنه البرنامج هذا يتابع لي أي تطبيقات. أنا بجي على الثلاث نقط هون، بعمل Disable All، وبختار التطبيق اللي أنا بدي إياه فقط يجيني منه الشعارات، فقط بدي إياه يجيني منه الشعارات. التطبيق الثاني يا جماعة اسمه Wallpaper 2020 4K HD، هذا تطبيق حلو جدا، حديث. التطبيق باختصار شديد بيعطيك خلفيات متحركة، I think إنه راح تعجبكم. طبعا بعد ما تنزله من الستور بتكبس على Open، حيفتح عندك، شوف بيعطيك تطبيقات او بيعطيك خلفيات متحركة جدا. ممكن هون انت تشوف انماط معينة مثلا زي الايموجيز، ممكن خلفيات متحركة، ممكن تمبلتس، قوالب كتيرة الى اخره. فانت الصورة اللي بدك اياها مثلا او الخلفية اللي بدك اياها متحركة اكبس عليها زي هيك، لاحظ كيف، تخيل خلفية متحركة. تعال على سيتنج هون واقول له set as wallpaper، وقول له بدي هوم سكرين او هوم سكرين اند لوك سكرين. لو اخترتها زي هيك، انا اعمل زي كذا مثلا واجي اسكر مثلا تليفوني افتحه، هتلاقي انه في عندك خلفيه متحركه. التطبيق الثالث يا جماعه فوتو اند فيديو اند اوديو ريكفري ديليتد فايلز. ممكن انا شرحت تطبيقات مشابهه لهذا الموضوع، لكن جماليه هذا التطبيق انه لما يرجع لك الفايلز بيرجع لك اياها بجروبس، برجع لك إياها بتصنيفات، الفيديو لحال، الصور لحال، الأوديو لحال إلى آخره. بعد التنزيل بختار Open من الستور طبعا، طبعا Free Use زي ما انتم شايفين، Free Use Now. الآن شوفوا الحلو في الموضوع أنه عامل Classification تصنيفات، عندك أول تصنيف للفوتو ريكفري، فيديو، أوديو ريكفري، وفي بعض الإعدادات بالنسبة للبرنامج. فمثلا أنا لو بدي أجي أعمل مثلا فور اكزامبل فيديو ريكفري بكبس عليها، لاحظ قاعد بيعمل سكانينج، قاعد بيعمل سكانينج، تقريبا صار مطلع لغايه الان حوالي 300-400 الى اخره. ننتظر لحظات، ننتظر لحظات، شايفين هون صار عامل لي ايش، صار عامل لي اكثر من تصنيف، اكثر من تصنيف للفيديوهات. في فيديوهات برجع لك موجودة مكررة، لكن في فيديوهات أكيد برجع لك إياها بتكون هي مشطوبة الفيديوهات. طيب الآن أنا ممكن أكبس على الفيديو اللي بدي إياه وأقول له Restore Now، أقول له Restore Now Restored File، Restored File 100% نجح الموضوع عندي. لو أروح أنا مثلا على الجاليري تبعي رجع لي بفايل اسمه Restored Videos، الفيديوهات اللي كانت مشطوبة عندي ورجعها، رجعها بالجاليري بشيء اسمه Restored Videos.
التطبيق الاخير اسمه بي جي ريموفر، هذا التطبيق بشيل لك خلفيه الصوره تبعتك، بشيل لك خلفيه اي شيء معين، بشيل لك مثلا عندك ساعه او منتج بدك تفصله عن الخلفيه اللي هو فيها وتتخذ الصوره لاحقا. طبعا للاسف هذا مش موجود في الستور، هذا موجود في موقع معين لكن بتلزقه طبيعي جدا. راح احط لك الرابط بالديسكربشن، فراح اعمل مثلا له داونلود للبي جي ريموفر. اوكي ننتظر لحظات، راح اقول له داونلود، عماله بنزل عماله بنزل، بس يخلص الان راح اوريكم كيف راح يفتح معاي. جميل جدا، ممكن اي صورة بدك اياها تفصلها عن الخلفية بطريقة احترافية جدا وانك تستخدم في مكان اخر. حاجة على open، راح اقول له مثلا package installer just once، هقول له install pg remover حتى ينزل عندنا البرنامج. رائع جدا، اي صوره ممكن بكافه التفاصيل اللي وراها ممكن تفصل الصوره عنها، حتى لو كان في ايدك ساعه ممكن تفصل الساعه، حتى لو كان في ايدك كاسه عصير ممكن تفصل كاسه العصير الى اخره. فهذا برنامج تقريبا الكواليتي تبعته بفصل الصور عن الخلفيه رائعه جدا. رابطه راح انزل لكم اياه في الديسكربشن، حتى روابط الابلكيشنز السابقه راح انزل لكم اياها بالوصف، لانه للاسف هذا البي جي ريموفر مش موجود في الستور. ننتظر لحظات قليلة. اوكي بقول له الان open، بقول له open allow. الان في عندي ثلاث تكنيكس، الاول recognize person، recognize product و recognize stamp. ممكن انت تفصل شخص عن صورة، ممكن تفصل منتج زي ما حكيت لكم شنطة ساعة الى اخره، او ممكن تفصل توقيع او stamp عن ورقة. ونفس التكنيك راح اكبس واختار لصورة معينة، مثلا اخترت هاي الصورة، اخترت هاي الصورة، خلينا نشوف كيف بستحضرها الان. بيعمل processing 80% للصورة هاي الان. اوكي بقول له طبعا شوفوا كيف فصل الصورة 100%، فصل الصورة 100%. لو اتأكد انه نزلت على الجاليري بروح على الجاليري بشوف الصورة موجودة، لسه مش موجودة لاني ما عملتش اللي هو سيف اتش دي. بقول له يس، هاي بروسيسنج سيف اتش دي، بقول له يس. طبعا ممكن اعمل كلوز اذا بدي، هون عندي خيارات طلعت ممكن اعملها شير او ارسلها الى اخره. الان لو اروح على الجاليري راح ألاقي الصورة موجودة. شفتوا كيف بكل احترافية فصل لي الخلفية عن الصورة لإلي ولا بنتي. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله يا رب أنه الفيديو عجبكم واستفدتم من هذه التطبيقات. لا تبخلوا علينا بلايك بسبسكرايب وشير، وانتظرونا إن شاء الله تعالى في تطبيقات جديدة ومهارات متنوعة. يعطيكم العافية.